السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا سكن مشاة يا رجال، يعني حقين المشاة والله ما يستاهلون التهميش اللي صار في موسم الفتح. الأهم أنهم جابوا يعني شيء ممتاز للمشاة اللي هو الدفاع، صراحة كنا نتمناها صحة بس عادي يا رجال ماشي. أهم شيء أنه افتكروا المشاة بالأخير، مبروك لحقين المشاة واستمتعوا الآن. واللي بيسأل متى استخدم هذا سكن، هل أفضل على شلالات الشفق اللي هو يعطيني أضرار مهارة؟ أنا بالنسبة لي أنتوا عارفين الجواب، كل ما ركزت على جانب أضرار المهارة كل ما حصلت نقاط قتل أكثر، تمام؟ لكن والله أنا لاعب عندي على الأقل 3 مسيرات مشاة وحاب أني ألعب بهذا سكن، عادي ألعب بالدفاع ما هي مشكلة. وضحت الصورة يا جماعة؟ أولمبيا طبعا صار فيها تغييرات كبيرة، راح تبدأ يوم السبت وتنتهي على ريست يوم الثلاثاء، وعندنا اللي هو بيخلون نظام التشكيلات والملحقات فعال، وعدلوا على مطابقة اللاعبين، ما أدري وش نوع التعديل هذا بس راح نشوف، وأيضا عدلوا على بعض المهارات المكتوبة أمامكم. الشيء الأهم من هذا كله أن صار عندنا نمطين، النمط الأول اللي هو مباريات مصنفة والثاني هو غير مصنفة. معناه إذا أنت عندك فريق جاهز للمنافسات فتختار المباريات المصنفة، يعني حرفيا صار عندنا نظام مثل الدوري. انا والله متحمس اشوف نوع التغيير اللي راح يصير على اولمبيا، ويا سلام عاد لو يعطون مساحة او فرصة ان الفرق تختار الاسماء والشعارات، يعني لو مو الان مستقبلا. تعديلات على المملكة المفقودة، طبعا اهم التغييرات اللي راح تجينا بعد التحديث اللي هو انك تقدر تشوف احصائياتك بعد انتهاء كل حرب. طيب وش نوع الاحصائيات؟ الله اعلم، لكن هذه حركة حلوة، أتوقع زي الكتاب السنوي يا جماعة الخير، مثل لما ينتهي الموسم يعطونك كتاب، فممكن يكون بهذا الشكل الله أعلم. وراح يعدلون على بعض الخرائط في بعض القصص من ناحية المساحات بشكل عام، وفي تعديل على قصة النيل اللي هو أول كان مخيمين، كل مخيم فيه 4 ممالك صح؟ لا، الآن راح تتغير وتصير على حسب تصنيف المملكة. إذا كنت في نطاق الـ A أو الـ B طبعا بيكون المخيم حامل ل6 ممالك بدلا من 4، وإذا كانت في نطاق السي أو الدي بتكون 9 ممالك في المخيم الواحد. وراح يضيفون سكن أو سمة مدينة المشاة طبعا بعد التحديث القادم، فاجمع عملاتك من الآن. وفي تعديلات راح تأتي على حانة المدافع والمستبد اللي راح تتاح بعد نهاية كل حرب لمن يمتلك شهادة المستبد من موسم الفتح، وهذه ذكرناها قلنا لكم إذا الرابطة المسيطرة على الزقورة احتلال أخير يقوم القائم على الرابطة هذا اللي هو اللي ماسك الرابطة يوزع الشهادات على عدد معين، وأما المدافع فهي تعتمد على نقاط احتلال تحالفك وهي للمراكز 8 الأولى. أضافوا شيء اسمه الطامح، لكن وش الطامح هذا وش يسوي وكيف يعمل الله أعلم، فراح نتعرف عليه بعدين لما يأتي إن شاء الله تعالى. يعني هذه أبرز التغييرات القادمة على المملكة المفقودة. تعديلات على التابوت وإعلان رسمي لموعد الدوري، أولا عدلوا على نظام مطابقة التحالفات في التابوت من ناحية القتل، يعني بيحاولون يشوفون كيف بتكون. والشيء اللي ما هو واضح الآن أنه من ضمن المطابقة أنه راح تتم مطابقة الممالك من نفس العمر، نفس عمر المملكة طبعا أو مقاربة لها، يعني ما أدري كيف بيكون هذا التغيير، بس الدوري راح يبدأ في نهاية هذا الشهر طبعا اللي هو شهر ماي أو مايو، وبيكون الدوري في التابوت الرملي وليس التابوت العادي، ما راح تتاح اللي هو تأثيرات التشكيلات والملحقات، وهذا شيء ممتاز. والمرة هذه أي تحالف يتم رصده يتلاعب بالنتائج أو ما إلى ذلك، يعني يتعمد يخسر شيء من هالقبيل، راح يكون في عقاب مشدد من اللعبة، وهذا العقاب أنك ما راح تأخذ مكافآت المباراة، والله أعلم إذا كان فيه لائحة عقوبات أخرى الله أعلم. بس ودنا نعرف أنه كيف هذا النظام راح يرصد هذا السلوك الغير رياضي مثل ما هو مكتوب أمامكم، حتى الواحد أنه ما يقع في المحظور، ويعني لابد يكون في لائحة واضحة زين.
يعني بعد هذه نقطة مهمة للاعبين أنهم يعرفون عنها. التغييرات الأخرى هي تعديل على مهارة تحتمس، أنه أضافوا ميزة أن الرماة يتلقون أضرار أقل من المشاة 5%، وعدلوا على نظام سكيب من مهام السفر، وأيضا راح يضيفون اللي هو مخطوطات الجمع الأسطورية في لوكرين. وبس هذا هو اللي راح يصير، وعد علمونا وش أكثر شيء متحمسين له من التحديث القادم غير السكن أكيد. واستعدوا للدوري يا أهل الدوري، ويعطيكم العافية على المتابعة. نراكم على خير، في أمان الله.